يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي يوقظني لصلاة الفجر، وإذا لم أقم ولم أصلها يقول أنت منافق خالص النفاق، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من باب الرجع والتخويف. نعم، هذا له وجه من الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فالتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. نعم.